سماء سماء، أفندم. شوف يا سماء، ممنوع أي حد يخش أوضة سارة إلا بإذن مني، حتى الدكاترة يا سناء، وخصوصا اللي اسمه حسن ده. أوكي سناء، هاتي حد من قبل المصحة يقف على باب أوضة سارة. معقولة معقولة؟ كازيرو اتفضل. ايه صار؟ هو ايه اللي حصل؟ ما تعطلنيش بقى، عايزه اخلص القصه دي قبل ما حسن يجي. سارة، هو الدكتور عز واخواتي كانوا هنا بيعملوا ايه؟ كانوا بيطمنوا عليا. طب قالوا لك ايه عن الدكتور حسن؟ هم ما قالوش، انا اللي قلت لهم ان انا وحسن هنتجوز بعدينا. ايه انت مالك؟ انت خايفه من ايه؟ انا اخويا ما زعقش ولا علا صوته ولا عمل اي حاجه خالص. افهمي بقى، انا خالد موافق ان انا اتجوز حسن، ومراد كمان موافق، فاضل ماما وزهرة وعبده وخلاص. طب عشان خاطري يا سارة ما تتكلميش في حكاية جوازك انت وحسن دي. طب ليه بقى؟ علشان حسن مش مستعد، وبعدين كلامك ده هيعمل له مشاكل كتير. طب ما هو عنده مشاكل كتيرة وهو بيحل كل المشكلات كلها. انت كلامك هيزود المشاكل. انت ترضي انك تزودي مشاكل حسن؟ لا ما ترضاش. خلاص يبقى تسمعي كلامي. طب بصي، لو حد سألني تاني انا هقوله سر. شاطرة شاطرة يا سارة. طب يلا نزليني الجنينة بقى لحسن ده، انا زهقت هنا خالص. لا لا يا حبيبتي، مش دلوقتي، بعدين نبقى ننزل. هو انت زعلانة ليه؟ لا انا مش زعلانة. هو انت عندك في بيتك مصيبة؟ لا بقولك ايه يا سارة، اقعدي يا حبيبتي كده هادية وري القصة بتاعتك. انا قلتلك قبل كده يا ست هانم، فيها ايه لما الدكتور حسن يتجوز ساره؟ دكتور وابن ناس ومحترم، واهم حاجه في الموضوع ان هو بيحبها وهي بتحبه. يا بنتي ما قلتلك 100 مره ساره ما ينفعش تتجوز، دي مريضه نفسيا. تفي من بقك يا ست هانم، لا مريضه ولا حاجه، ما هي زي الفل، هي عماله تتنطط قدامنا. بكره لما تتجوز تجيب لها عيلين ثلاثه تشيليهم على ايدك هتدعيلي. يا ريت يا زهره، ده انا منى عيني اشوفها متهنيه ومتستته في بيتها زي كل البنات. طب ايه اللي معطلنا؟ عليكي وعلى سي خالد وسي مراد، اول ما يوافقوا نجوزها على طول. وانت فاهمه ان خالد ومراد هيوافقوا بسهوله كده؟ طب وما يوافقوش ليه؟ ما يهمهمش مصلحه ساره؟ بس تهمهم الفلوس اكتر، خصوصا بقى خالد وبعد الكلام اللي سمعه من الدكتوره دي. ولا تصدقي كلمة من قالتها الدكتورة دي، هتموت عشان الدكتور حسن سابها واختار بنتنا، عمالة تهري وتنكد في نفسها كده، عايزة تتشفى فيه بأي شكل. وخالد مصدقها عشان عايز يصدقها. ده ابني وأنا عارفاه يا زهرة، وكمان الموضوع دخل فيه فلوس. طب هتعملي إيه بقى يا ست هانم؟ هتفضلي قاعدة حاطة إيدك على خدك كده لغاية ما ياخدوا سارة من المستشفى ويمنعوا الدكتور حسن إنه يشوفها؟ ساعتها بقى حياتها هتتدهور ومش هتعرفي بعد كده تعالجيها. طب اعمل ايه يا زهرة؟ مفيش في ايدي حاجة. سارة يا قلبي اتظلمت من وهي عيلة صغيرة، حتى لما كبرت دلوقتي بتدور حواليها دنيا معقدة، رأي القانون ورأي الدكاترة والمصالح والفلوس، مش دنيا حسن اللي بيحب سارة وسارة اللي بتحب حسن. في ايه اللي حصل؟ فجأة لقيناها قعدت تعيط وتصرخ لحد ما قلبت العنبر كله. اكيد حد ضايقها او نرفزها. لا هي منها لنفسها كده يا دكتور. نديها حقنة مهدئة يا دكتور؟ لا حقنة مهدئة ايه، دي بتاخد مهدئات كتير قوي. طب ننقلها في اوضه لوحدها لحد ما تهدى؟ الافضل تخليها تنزل الجنينه بدل الحبسه اللي هي فيها دي، الحبسه دي ممكن تجيب لها اكتئاب. يا دكتور هم مانعين الزياره عن ساره ولا ايه؟ مين اللي منع الزياره؟ رحت ازورها لقيت امن واقف وبيقول لي ممنوع الزياره. عيب يا ساره عيب. هو في حد يقول لحد في وشه انا ما بحبش اشوف وشك؟ لا مش عيب، علشان هو كذاب وحسن مش بيحب الكذابين. طب ليه مش بتحبي تشوفيني يا ساره؟ انا زعلتك في حاجه؟ لا انت ما زعلتنيش، بس كل ما بتيجي بتحصل مصيبه كبيره حسن بيحلها. الدكتور صفاء يا حبيبتي جاي علشان يطمن عليكي. ما انت كل مره بتطمن عليكي وبعدين تحصل مصيبه كبيره. بقول لك يا ساره، انت لما تتجوزي تحبي تعيشي انت وجوزك في الفيلا مع ماما واخواتك؟ مش عارفه، حسن يقول.
طيب لو اتجوزته في شقة بعيدة عن الفيلا تحبي ماما واخواتك يعيشوا معاكي؟ حسن يقول سارة يا حبيبتي انت لازم يكون لك رأي، لازم تقولي اه او لا. افهم بقى، حسن هو يقول اه ولا. طب افرضي حسن اختار حاجة غلط او اختار حاجة انت مش عايزاها. حسن بيختار كل حاجة صح، هو بيحباني وهو اللي هو عاوزه انا عاوزاه. بقولك يا سارة، انت دلوقتي بتحلمي احلام حلوة ولا احلام وحشة وتخوف؟ لا احلام حلوة. افهم بقى، العروسات بيحلموا احلام حلوة وانا عروسة. انتوا بتقولوا ايه؟ هو انت بتقول لعز سر؟ ده عز ده فتان. انا فتان يا سارة؟ اه. هقول لحسن يعالجه. انا كمان ممنوع من الدخول لسارة؟ ايوه يا دكتور. ايوه يعني ايه؟ انا الدكتور المعالج بتاعها ومن حق اتابعها في اي وقت. استنى يا دكتور حسن، دي اوامر الدكتور عز، اخوات ساره جايين عشان ياخدوها معاهم. ياخدوها يعني ايه؟ عايزينها ترجع الفيلا تاني؟ وطبعا جايبين الدكتور صفاء عشان يقرر لهم خروج. التاريخ بيعيد نفسه. لا يا دكتور، ده مش التاريخ، دي ساره اللي قالت لكل الدنيا ان انتوا هتتجوزوا، وطبعا اخواتها سمعوا وبيتحركوا. انا كان لازم احذر ساره كمان. انا حذرت حضرتك قبل كده وقلت لك ان مساله الجواز دي هتعمل مشاكل كتير. اتفضل يا دكتور صفاء. دكتور عز، انا ليه ممنوع من الدخول لساره؟ ده لمصلحتها يا دكتور. مصلحتها ان الطبيب المعالج ما يدخلهاش؟ من حق اداريا يا حسن، الحاله ما بقتش حالتك خلاص، الحاله من دلوقتي تحت اشراف الدكتور صفاء. ما هو الدكتور صفاء عارف ان رجوع ساره الفيلا ممكن يعمل لها صدمه زي ما حصل قبل كده. ايه ده؟ انت بتشكك في قدراتي في تقييم حاله ساره؟ العفو يا دكتور، بس انا الطبيب المعالج لساره ومن حقي انك تستشيرني. الكلام ده ما يتقالش هنا يا حسن. اتفضل دكتور. دكتور صفاء، دكتور صفاء، من فضلك يا دكتور صفاء يا ريت تراجع موقفك. حسن، مش دي الطريقه اللي اتكلم بيها اساتذتك يا دكتور. معلش يا دكتور عز، سيبك من حكايه الاستاذيه دلوقتي. يا دكتور حسن، انا مقدر موقفك الشخصي من ساره. موقفي الشخصي؟ طبعا موقفك الشخصي. تنكر يا استاذ انك عرضت على ساره الجواز؟ تفتكر يا دكتور حسن ان ساره في حالتها دي تحتمل فكره الحب والجواز؟ الافكار دي ممكن تلبكها وتدخلها في علاقات هي مش مؤهله للتعامل معها. وليه ما نقولش ان الحب والاستقرار العاطفي ممكن يساعدوا ساره في انها تسترد وعيها؟ اسمح لي يا دكتور حسن اني اقول لك وضميري المهني مرتاح ان ساره مش مريضه نفسيا، بالعكس هي متقبله الواقع بتاعها وبتعيد ترتيب علاقتها مع والدتها واخواتها. وجودك دلوقتي يعتبر عقبه في تكوين شخصيتها المستقله وارادتها. شوف يا حسن، اذا كنت عايز مصلحه ساره تاخد برايي وراي الدكتور صفاء. ورايي انا يا دكاتره؟ رأيك يا حسن مبني على انفعال عاطفي يا دكتور. سيب الحالة بتاعتك تخوض التجربة لوحدها يا ابني. سارة مش حقل تجارب يا دكتور. وانا خدت قراري خلاص وما عنديش استعداد اتناقش معاك اكتر من كده. لا 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 لا, لا, لا. كده كتير يا حسن، انا زعقت منك يا ابني. اتفضل يا دكتور، اتفضل. اتفضل يا دكتور صفاء. قال ايه يا دكتور عز؟ الدكتور ده بيعمل ايه هنا؟ خالد بيه، من فضلك يا دكتور، من فضلك، انا مش عايز يبقى ليه اي دخل باللي بيحصل دلوقتي. استنى بس يا خالد. اتفضل يا دكتور صفاء. تقدروا تاخدوا اختكم، انا كتبت لها تصريح خروج على مسؤوليتي الخاصه. واسمحوا لي دلوقتي، انا الموضوع ده عطلني كفايه، هنزلكم. اتفضل يا دكتور صفاء، اتفضل. خالد بيه، خالد بيه، من غير انفعال اللي انتوا بتعملوه ده هيدمر سارة. هيدمر سارة؟ ولا هيدمر خطتك انك تسرق فلوسها؟ انا اسرق فلوسها؟ اسأل خطيبتك يا دكتور، كتر ألف خيرها، جت حذرتنا من اللي انت عايز تعمله. طب سارة بقى ذنبها ايه؟ ذنبها ايه تدفع تمن علاقات هي ملهاش دعوة بيها؟ ما
برضه يا دكتور حسن الدكتور صفاء سمح لنا بخروج سارة. أوكي، أنا عندي استعداد أنسحب من علاج سارة، بس بلاش تخليها تخرج من هنا. سارة لو خرجت من هنا هتتعب. علشان تفضل تحت سيطرتك مش كده؟ جرية يا مراد، هنفضل نضيع وقت مع الشخص ده ولا إيه؟ رايح فين يا حسن؟ لازم الحق ساره، اهلها عايزين ياخدوها من المستشفى بالعافيه. يا سيدي استنى، ما تدخلش نفسك في مواقف انت مش قدها. بقول لك عايزين ياخدوها بالعافيه. هياخدوها بناء على تشخيص الدكتور صفاء محمود. الدكتور صفاء محمود ده مش اي حد، ده استاذ دكتور ورئيس قسم امراض نفسيه وعصبيه، والراجل بقى شايف ان وجود ساره هنا ملوش اي مبرر. يعني انت موافق على المهزله اللي بتحصل دي يا دكتور فايز؟ والله انا رايي ملوش اي قيمه قصاد راي الدكتور صفاء محمود ومواقف اهلها. وانا كمان مش هقف اتفرج عليهم، انا مستعد احارب الدنيا دي كلها عشان خاطر ساره. دكتور حسن ارجوك لو سمحت، انت لو حرقت مدير المستشفى بس لوحده في حاله ساره هو اللي هيقسم، وبرضه ساره هتروح مع اهلها، وانت فاهم كده كويس. يعني انت عايز نقف اتفرج عليهم يا دكتور فايز؟ يا دكتور حسن ارجوك فكر بعقلك مش بقلبك، المستشفى كلها ملهاش سيره غير حكايه جوازك انت وساره. خلاص انا بقى مستعد اقول للدنيا دي كلها ان انا بحب ساره وهتجوزها. ما هو انت لو عملت كده اهلها هيقدموا فيك شكوى في النقابه، وهتوقف عن العمل، واحتمال تمنع من مزاوله مهنه الطب. يا دكتور حسن اعقل بس. دكتور حسن هتعمل ايه؟ دول جايين عشان ياخدوا ساره. يا مدام سناء لو سمحتي، الدكتور حسن دلوقتي ملوش اي علاقه بحاله ساره. سناء من فضلك خليكي جنب ساره، هي محتاجه لك دلوقتي. دكتوك عليا حط الحلق دوت، حط الحلق دوت، العب 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 اه يا سيدي، العب 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 ديت فوتني. يلا بقى يا ساره اخلصي بقى، هو في عروسه بتخلص؟ ما تسيبها على راحتها يا خالد. هو احنا هنجيب لبس العروسه من فين؟ من اي محل يا حبيبتي انت عايزاه. طب وحسن فين؟ مش هو كمان هيجيب لبس العريس؟ مش العريس بيجيب لبس جديد زي العروسه؟ وبعدين بقى ساره يا حبيبتي ساره، الدكتور حسن دلوقتي عنده شغل يا حبيبتي. يعني حسن مش هيجي معانا؟ الدكتور حسن هيخلص شغله وبعدين يحصلنا يا حبيبتي. طب لما نخلص الهدوم ونشتريها هنروح على فين؟ هنروح على هنيجي على هنا طبعا، هنيجي على هنا. امال يعني هنروح فين؟ انت طيب خالص، انا كنت فاكره يعني ان مراد بس هو اللي طيب، بس طلعت انت الاثنين طيبين. متشكرين يا حبيبتي. ساره يا حبيبتي، خالد بي ومراد بي اخواتك واكثر الناس بيحبوك ويتمنوا لك المصلحه والسعاده. اه طبعا طبعا، بس يلا بينا بقى، ودكتور عز هيبعت حد ياخد هدومك. ياخد هدومي ليه؟ هدومك القديمه هنبدلها لهدوم جديده. انتي عروسه يا حبيبتي، يلا بقى انتي كده معطلانه وانا خايف لحسن المحلات تقفل. لا اوعى تقفل المحلات، يلا يا عم. يلا يلا يلا. لا استنى استنى، هاخد عروستي عشان هي كمان هجيب لها فستان جديد. يلا يلا. احنا متشكرين قوي يا دكتور. على ايه يا خالد بيه؟ على اذنك. اتفضل. انت بتقول متشكر قوي ليه؟ عادي يا حبيبتي، يعني احنا لازم نشكر الناس اللي بيساعدونا. يلا سناء، انا رايحه اجيب فستان العروسه. طب يا حبيبتي ألف مبروك. طب هو أنت زعلانة ليه؟ هو الفرح بيزعل؟ لا أنا فرحانة، فرحانة قوي. هو حسن فين؟ يلا بقى يا سارة. استنى طيب، بصي قولي لحسن لما يجي سارة راحت تشتري هدوم الفرح وجاي على هنا تاني على طول. طيب يلا يلا. سارة وقفت ليه؟ مش عارفة. هو حسن فين؟ حسن عنده شغل يا حبيبتي. يلا سارة يلا حبيبتي. حسن اهو. يا حسن. مظبوط. يلا سارة. يا حسن. يلا يا سارة. ايه؟ يلا يا سارة. انت بتكذب عليا، وانت اخويا حلو مش بتكذب عليا. يلا يا سارة بقى. ايه؟ يلا بقى. يلا يا سارة. على الأقل ناخدها من هنا بهدوء. اتفضل اتفضل.
اللي بيحصل ده؟ احنا في سجن ولا في مستشفى؟ يا دكتور هدي اعصابك، انت عاوز اخوها ده يتهور عليك؟ لو بتحب ساره صحيح هدي اعصابك. رايح فين يا دكتور؟ اروح ابص على ساره، جايز تكون دي اخر مره اشوفها فيها. بنتي في اسعاف؟ ساره بنتي مالها؟ يا امي طمني يا امي، جوه حاجه معديه في المستشفى. يلا انتحلي في الشارع بقاله. ساره ساره ردي عليا يا بنتي. يا ماما يا حبيبتي دي نايمه من تاثير الحقنه. وانت بتوع حقنه ليه؟ ما هي ما كانتش عايزه تيجي معانا، ودي كانت الطريقه الوحيده علشان نقدر نخرجها من المستشفى. انتوا عملتوا ايه في البنت؟ يا ماما ما ساره قدامي كويسه اهي. يا حبيبتي كلها ساعتين ثلاثه وهتفوق ان شاء الله. انت جبتها غصب عنها. يا ماما الدكتور صفاء صرح بالخروج والدكتور عز وافق، اسيبها ليه بقى هناك؟ حبيت اخدها بالذوق، صرخت ولمت علينا المستشفى، الدكاتره كان لازم يعملوا كده علشان تهدى. كنت سيبها لما تيجي براحتها، مش تجيبها لي على نقاله. ما كانش ينفع اسيبها دقيقه واحده. اسيبها لمين؟ للدكتور اللي عمال يملى دماغها بكلام الحب والجواز؟ اسيبها لغايه لما يجيب المأذون ويحطنا قدام الامر الواقع؟ ده كل اللي انت فكرت فيه وما فكرتش لما تفوت تلاقي نفسها هنا في البيت فجاه، ايه اللي هيحصل لها؟ ايه يعني اللي هيحصل؟ مش احسن ما اسيبها هناك للدكتور اللي طمعان في فلوسنا؟ وبعدين يا ستي كل الرعايه اللي هي عايزاها واللي كانت بتلاقيها في المستشفى وفرها لها هنا، الدكتور صفاء بنفسه هيشرف على علاجها، ولو احتاجت طقم تمريض 24 ساعه هوفره. يلا يا مراد. تصرفوا صح، وبعدين ساره كان لازم ترجع بيتها. قلبي عليك يا بنتي، مكتوب عليكي تعيشي طول عمرك في العذاب ده. برضه هتدافع عن علا بعد كل اللي عملته ده يا ماما؟ انا مش بدافع عن علا، انا عايزه افهمك انك انت المسؤول عن كل ده مش علا. يعني انا اللي مسؤول عن ان علا تروح لاهل ساره وتحرضهم ضدي وضد ساره؟ امال كنت مستني ايه بس؟ رهبت البنت بيك سنين طويله وفي الاخر تقول لها عن اذنك مش هتجوزك، خلاص اخترت ساره. لا يا دكتوره ده مش مبرر ان علا تكذب وتفتري على حسن وتدعي ان هو نصاب وعايز يستولي على فلوس ساره. من فضلك يا دكتور فوزي خليك بره الموضوع. لا ما ينفعش يا دكتوره، حسن ده ابني. وابني انا كمان، وعلا بنت اختي، اختي اللي رافضه ترد حتى على تليفوناتي. ايوه بس ده مش مبرر يسمح لعلا انها تدمر سمعه حسن ومستقبله. طيب اذا كنت حضرتك شايفه ان علا من حقها تنتقم مني، ساره ذنبها ايه؟ مش عايزه اسمع اسمها خالص، كفايه اللي حصل لنا من تحت راسها. يعني انت بقى خلاص موافقه انه يتقال على ابنك محتال ونصاب وبيستغل حاله مريضه بتتعالج عنده عشان يستولي على ثروتها؟ ارجوك يا دكتور فوزي، ارجوك ما تحملنيش نتيجه تصرفات ابنك المتهور ده. ياما كلمتك ياما قلت لك قول له يبعد عن ساره دي، مفيش فايده، وقفت متفرج. كان كل همك بس انك تبعده عن علا لمجرد انها بنت اختي. من فضلك يا ماما ما تدخليش خلافات شخصيه بينك وبين الدكتور في موضوع يخص انسانه بريئه ما تعرفش حاجه عن العالم اللي حواليها. يا ابني يا ابني يا حبيبي، انت ابني الوحيد، ما عنديش لا اعز ولا اغلى منك.
وده موقفك من اعز واغلى حاجه عندك لما اختار الانسان اللي بيحبها؟ اختار غلط. ايوه اختار غلط، وانا متاكده ان اهلها مش هيوافقوا انه يتجوزها. طبعا، ما كله بفضل الدكتور علا. يا ابني يا ابني يا حبيبي، جايز التصرف ده كان لمصلحتك، جايز كل اللي حصل ده وفر عليك مشكله كان هتضيع مستقبلك كله. بدل ما تفكر في ساره فكر في مستقبلك، الدنيا مش انت وساره وبس. مش عارفه لما تفوت تلاقي نفسها هنا هقول لها ايه. ربنا يصبر قلبك ويصبرها على اللي هتصحى وتشوفه. ها يا ماما، ايه الاخبار؟ عاجبك اللي عملته في اختك ده؟ تستاهل منكم كل ده. بصراحه يا ماما مراد كان لازم يطوع خالد في اللي عمله. يعني خايف من خالد ومش خايف من ربنا وسايبه يبهدل في اختك كده؟ يا ماما انا لو كنت عرضت خالد كان ممكن جدا يروح المستشفى وينقل ساره لاي مستشفى تانية وما يعرفش حد فينا. يا ماما خالد هو الوصي على ساره، يعني القانون في صفه. وبعدين اهي دلوقتي معانا وفي حمايتنا. يبقى خالد لازم يسيب الوصايه دي. انا موجوده واحق بيها. ايه يا ماما؟ هو حضرتك ناويه تقفي قدام خالد في المحاكم ولا ايه؟ ده انا هقف قدام الدنيا كلها عشان بنتي. طب لو سمحت يا ماما اديني فرصه اتكلم مع خالد، واللي في مصلحه ساره صدقيني انا هعمله. يا حبيبتي يا ساره، وهي عامله ايه دلوقتي يا خالد؟ نايمه مش جريانه بالدنيا، والدكتور صفاء شايف انها لازم تعيش شويه على المهدئات والمنومات لغايه لما تتجاوز صدمه خروجها من المستشفى. انا عايزاك تخلي بالك من الواد اللي اسمه حسن ده، ده بين عليه واد مش سهل. طبعا شايف بنت عندها ملايين قد كده، قال لك خليني جنبها اهو ينوبني بالحب جانب. ما تلاقيش، انا واخد بالي من كل اللي بيحصل. انت هتقول لي على الناس دول؟ انا عارفهم كويس قوي، يفضلوا يتدحلبوا سنه سنه لحد ما يوصلوا اللي هم عايزينه. علشان كده لازم عينك تبقى في وسط راسك، عشان اللي اسمه حسن ده مش هيسيب ساره لحد ما يوصل لها. خليه يقرب منها وشوف انا هعمل فيه ايه. لو تحب صلت لك شويه رجاله من بتوعي يطلعوا عليه يدوا له حته علقه ويدغدغوا عظمه لحد ما يقول حقي برقبتي. لا يا سميه ملوش لازمه، انا مش ناقص شوشره اكتر من كده. طول ما هي في حته وهو في حته مش هيقدر يوصل لها. الله يكون في عونك يا خالد، هتلاقيها منين ولا منين؟ معلش يا حبيبتي، احنا هنأجل مشروعنا كده اسبوعين ثلاثه لغايه لما ساره حالتها تستقر. انا تحت امرك يا حبيبي. والجماعه ما اتصلوش بيك؟ جماعه مين؟ اهل الست نهى. لا الظاهر مستنيين ان انا اللي اتصل. ولا تسأل فيهم، اللي عايزنا يجينا احنا ما بنروحش لحد. تعال تعال لما سهرك سهره تنسيك الدنيا وما فيها. تروحي فين يا حبيبتي؟ انا مش هعمل لك حاجه، ما تخافيش مني. لا لا انت هتضربني زي كابتن لعيبه. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي خالص، انا كل الحكايه هطلعك وقتك. يلا حبيبتي. لا انت كابتن، انت سرقتني للمستشفى وسرقتني
اطلعي نامي دلوقتي اوضتك، وبكره الصبح ان شاء الله اي حاجه انت عايزاها انا هعملها. لا انا عايزه امشي من هنا. انا مش فاضي بقى اللعب العيال. وأنا أوعدك رئيفة هانم إن أقولك الحقيقة كاملة. سارة بنتي يا دكتور جزء مني، عشت مأساتها يوم بيوم لسنين طويلة، ومتهيالي كده إن أنا الوحيدة اللي بفكر في مصلحتها وبس. يبقى معنى الكلام ده يا أمي؟ معنى إن أي حد بيتعامل مع سارة يا خالد له مصلحة عندها إلا أنا. إزاي يا أمي الكلام ده؟ سارة أختنا ومصلحتها تهمنا. يا مراد يا ابني، أنا كل يوم بكبر عن اليوم اللي قبله، وإذا كنت موجودة النهاردة عشان أقف جنب سارة، الله أعلم بكرة هكون موجودة ولا لأ. أنا كل اللي نفسي أضمنه لها حياة هادية، حتى لو مش هتبقى حياة طبيعية، هقول إيه؟ الأمر إلى الله، حتى لو مكتوب لها إنها تقضي بقية عمرها في المستشفى، زي بعضه، بس المهم إنها تبقى حياة هادية، وده أبسط حقوقها. وأنا الحقيقة هعمل كل اللي ربنا يقدرني عليه عشان اضمن لها لحياتي. الحقيقه ساره مش محتاجه حاليا تدخل اي مستشفى، ومش محتاجه لاي نوع من انواع العلاج. ساره محتاجه تعيش حياه هاديه مستقره. هي دلوقتي عامله زي الكاميرا اللي بتلقط خبرات ومعلومات عن العالم اللي حواليها عشان تقدر تفهمه وتقدر تتعامل. دكتور حسن يا دكتور صفاء، هي دي مشكلة سارة الحالية. فكرة حبها لحسن ورغبتها في الجواز منه تحولت جواها الوسواس، لدرجة انها تربط بين سعادتها وبين وجودها معاه. اذا قدرتوا تتغلبوا على المشكلة دي، سارة هترجع انسانة عادية تاني، وحالتها هتتحسن باستمرار. ايوه دكتور، بس احنا هنتغلب على مشكلة زي دي ازاي؟ ده خارج اختصاصي يا مربي. حل المشكلة دي في ايديكم انتم. انتم زي اي اسرة عادية عندها بنت مراهقة اتعلقت بابن الجيران مثلا. نصيحتي ليكم اياكم واللجوء لاي نوع من انواع العنف، لان سارة بتفزع من اقل عنف موجه اليها، وبيخليها تتمسك بالفكرة المسيطرة عليها وهي جوازها من حسن. طيب يا دكتور، انا كفيلة ان انا احل المشكله دي لوحدي من غير تدخل من حد، وزي حضرتك ما بتقول دي مجرد مشكله بين ام وبنتها المراهقه. ايه ده؟
فين يا ست البنات؟ انا رايحه استخبى. تستخبي من ايه؟ من الدكتور صفاعه، عشان هو جاي يخطفني ويخلي حسن ما يعرفش انا فين. مش ماما قالت لك ما تخافيش من اي حد طول ما انت قاعده هنا في حضنها في البيت؟ ايه الكلام العبيط ده؟ يلا عشان نفطر. تعالي يلا، ده انا عامله لك اكل جميل عايزاكي تاكليه كله. اكل ازاي وانا خايفه يا سهره؟ انا خايفه قوي. مش انا قلت لك قبل كده اوعي تخافي وانا موجوده؟ خايفه من ايه بقى؟ خايفه من الدكتور صفاء، احسن ياخدها يخبيها والدكتور حسن ما يلاقيهاش. طب ايه رايك بقى ان الدكتور صفاء مشي خلاص؟ ولو مش مصدقاني بصي من الشباك مش هتلاقي عربيته. شفتي بقى صدقتيني؟ هو صدقتيك، بس الست اللي بتاكل البسكوت بتاعي هتديني حقنه وتخليني انام تاني. قصدك الممرضه؟ لا يا حبيبتي، الممرضه كمان مشيت مع الدكتور صفاء ومفيش اي حد هيديكي حقن بعد كده. حسن مش هيتجوزني وانا نايمه على طول كده. عندك حق، عشان كده مش هتنامي ابدا غصب عنك يا ساره. ها مبسوطه؟ مبسوط. طب يلا بقى عشان تفطري. لا انا مش هفطر، انا مش عاوزه اكل. لان لا ما انا مش عاوزه اكل يعني مفيش حسن، لكن لو فطرتي وكلتي كل اكلك هخليكي تشوفي حسن النهارده. رايفة يا هانم؟ كويس يا ابني انا لقيتك. خير يا هانم؟ يا ساره جرى لها حاجه ولا ايه؟ لا 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 ساره كويسه قوي الحمد لله، بالعكس ده احنا بقينا اصحاب جدا وبقت تثق فيا جدا. الحمد لله. اتفضلي يا هانم استريحت. على فكره دي خطوه مهمه قوي ان ساره تلاقي ناس تثق فيهم وتحبهم. وعلى فكره كمان انا عايزاك انت اللي تكمل علاج ساره. انا دلوقتي بقيت متاكده ان ما حدش غيرك ممكن يعالجها. ازاي بس يا هانم؟ إذا كان خالد بيه منعني حتى أن أشوفها. يا ابني ما هو خالد مش هيعرف، إحنا هنتحايل على الموقف ده عشان مصلحة سارة. يعني أنا هدبر مواعيد الجلسات ومكانها في السر كده من غير ما حد يشم خبر. إحنا مضطرين نعمل كده عشان أنا مش عايزة مشاكل مع أخوات سارة، وفي نفس الوقت عايزك أنت بقى اللي تعالجها، يبقى ما عندناش حل تاني. تصور يا دكتور حسن إن خالد أخوها دلوقتي كل همه ازاي يفضل مسيطر على نصيبها في ميراث ابوها، وخطيبتك السابقه الله يعمر بيتها دخلت في دماغه واقنعته انك عدو الوحيد. انا بقى كل اللي يهمني ان ساره تبقى مبسوطه مهما كان الثمن اللي انا هدفعه. ساره امانه في رقبتي ورقبتك يا دكتور حسن، عشان كده انا عايزك توعدني لو جرالي حاجه اوعى تتخلى عن بنتي. بعد الشر عليك يا هانم، ربنا يديكي طولة العمر، بس برضه هوعدك. بس انا بقى عايزه انبهك ده انت هتقع في مشاكل كتيره قوي عشان توفي بوعدك ده. انا ما يهمنيش، انا كل اللي يهمني ساره وبس. طيب ما دام كده بقى اتفضل معايا. على فين؟ اهي ساره عايزه تشوفك. ايه يا ساره مالك عماله تتلفتي شمال ويمين ليه؟ ايه ببص؟ بتبصي على ايه شمال ويمين كده عامله زي الحراميه؟ انا مش هرميه عشان انا مش سرقت حاجه. بس الواحد لما يفضل يبص شمال ويمين وما يبقاش قاعد كده ثابت في مكانه يبقى قلقان عامل زي الحرامي. هي اسمها ايه المستشفى دي؟ هي عشان جنينه تبقى مستشفى، دي اسمها النادي. يعني ايه النادي دي؟ النادي ده يا ساره مكان الناس بتيجي تلعب وتاكل وتشرب وتجري وتنبسط وبعدين تروح. طب اهلا مش هنلعب وننبسط؟ طبعا نلعب ونتبسط، بس ماما قالت استنانا هنا فخاف نمشي نتوه تيجي ما تلاقيناش. طيب بقى يعني انا هقعد هنا كده استنى مامتي؟ هي مامتي راحت فين؟ راحت مشوار وزمانها جاي. طيب لحسن ما تجيش وبعدين يعني ما نعرفش نروح بيتنا. ما تخافيش يا ساره، انا اعرف اروحك لحد بيتنا لوحدي من غير ماما. شاطره يا ساره. صباح الخير يا سارة. صباح الخير يا حسن، انت جاي هنا عشان تلعب وتنبسط؟
لا يا حبيبتي، ماما هي اللي جابتني هنا. ابو حسن قدامي، صدقتيني بقى؟ ايوه صدقتك، عشان انت حلوه يا مامتي، مش بتكسبي زي تنت نعيمه. زهره. نعم. روحي للسواق قولي له يجيب الطلبات اللي قلت له عليها يوديها البيت، وبعدين يبقى يجي لنا عليها. حاضر يا ست هاني. انا هقعد على الترابيزه اللي هناك دي، خلصي وتعالي لي. حاضر. انا هسيبك بقى مع ساره. اتفضلي يا ريفه هاني. طيب يا حسن، اقعد هنا، اقعد على الكرسي عشان تفضل قدامي وانا افضل ابص لك كده. عامله ايه دلوقتي يا ساره؟ مش عامله حاجه. ايوه يعني كويسه؟ ايوه يعني كويسه. حارس مامتي مشت الست الوحشه اللي كانت بتديني حقنه وتخليني انام بيها. عارف يا حسن، قالت لها امشي، هي مشت على طول. شفتي ماما بتحبك قد ايه يا ساره؟ انا بنام في حضنها بالليل ومش بحلم باحلام وحشه. ده عشان انت حاسه معاها بالامان. بس اوعى يا ساره، اوعى اي حد يعرف ان احنا بنتقابل، ده سر. اوعى يا حسن تقول لخالد. مش معنى خالد يا ساره؟ عشان خالد مش بيحبك. فارس بتقولي؟ فانه نادي يا رزق؟ لا لا ما تقلقش، اقول لهم ان حد من اصحابي هو اللي شافهم وبلغني. مع السلامه. في يا خالد؟ ماما يا سيدي عامله ميعاد غرامي لساره مع الدكتور اللي اسمه حسن. ماما هتعمل ميعاد غرامي لساره؟ اه يا حبيبي، ومن ورانا. وانت بقى رزق السواق هو اللي بلغك؟ يعني انت بعت السواق يجص على ماما يا خالد؟ لا يا مراد، احنا في ايه ولا في ايه؟ بقول لك ماما عامله ميعاد غرامي لساره مع الدكتور حسن. اكيد ماما عايزه تكسب ثقه ساره، لكن تصرفك انت لما تخلي السواق يجسس على ماما هو اللي ملوش اي مبرر. مبرره يا حبيبي ان ساره لازم دايما تفضل تحت عينيا. ساره نقطه ضعف ماما، وحسن ممكن يستغل ده ويعمل اي حاجه. انت رايح فين؟ هروح امنع المصيبه اللي بتحصل في النادي. انت هتعمل لنا فضيحه في النادي يا خالد. امال عايزني اسكت على التصرفات دي؟ يا خالد اعمل، استنى لما نروح البيت وابقى اتكلم مع ماما ونفهم ايه الحكايه. حاضر حاضر يا سي مراد، استنى لما نشوف بقى ايه اخره اللي بيحصل ده. بص يا ست هاني، قد ايه ساره لايقه على حسن وحسن لايق على ساره. انت شفتي هي فرحت قد ايه اول ما شافته؟ صدقيني يا ست هاني، ما هتلاقوا لساره احسن من الدكتور حسن، كفايه طيبته واخلاقه وادبه. الحكايه مش بالسهوله دي يا زهره، انا بس كل اللي يهمني دلوقتي انها تبقى مطمنه انها ممكن تشوف حسن وقت ما هي عايزه، عشان لا تهرب تاني ولا تاذي نفسها. حق يا ست هانم، دي كانت ايام صعبه، انا مش عارفه مرت علينا ازاي. لسه يا ساره العمر قدامنا طويل قوي. واحنا هنفضل طول عمرنا نتقابل هنا؟ لا طبعا، بس على الاقل احسن ما نشوفش بعض خالص. لا احسن. وفي حاجه احسن كمان. ايه؟ على الاقل انت خرجتي من المستشفى خلاص. ايوه، مفيش حقن ومفيش نوم، وقدرنا كمان نكسب ماما في صفنا. مش فاهمه يعني ايه. يعني ماما دلوقتي معانا، يبقى اللي ضدنا نقص واحد. قصدك واحده، عشان مامتي واحده زي ما انا واحده. برافو عليك يا ساره، انا بقى عايزك تبقي مركزه في اللي حواليكي كده، عشان تعرفي اللي بيقول كلمه يقصد من وراها ايه. يقصد من وراها ايه؟ ممكن حد يقول لك كلمه وهو يقصد من وراها حاجه تانية. طب يقول حاجه وهو عاوز حاجه تانية ليه؟ في ناس كده يا ساره. فهمت، يعني انا لما اجي اقول لك بحبك يبقى انا قصدي بحبك عشان جوايا بيحبك، ولما خالد يجي يقول لك بحبك يبقى مش بيحبك عشان هو جواه مش بيحبك. يا سلام، لو الدنيا تبقى بسيطه وسهله زي كده يا ساره، الناس كلها تعيش مرتاحه. حسبي يا ساره. على مهلك يا حبيبتي. ها كنت فين يا حبيبتي؟ كنت مع مامتي. كنتي مع ماما ومين يا حبيبتي؟ وزهره. يعني انتي وماما وزهره بس؟ لا كان في. ايوه مين بقى؟ كان في الراجل اللي بياخد قدام في الحربيه بالسوق. اصداع السواق. اه طبعا ما انا فاهم. في خير؟ ابدا يا حبيبتي، انا كنت انا ومراد واقفين بندرد شويه مع صاحبي. كان بيسالني يا مامتي مين ومين 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 كان معانا. وانت ليه عايز تعرف مين اللي كان معانا يا خالد؟ فيها حاجه يا امي لما اسال ساره كانت فين وقابلت مين؟ لا ما فيهاش حاجه. يلا يا زهره خدي ساره واطلعي فوق. حاضر يا ست هانم. يلا يا ساره. حد حايز يسالني على اي حاجه تانية؟ شاكرين يا حبيبتي. طب تيجي نسابق بعدين ونشوف مين اللي هيطلع الاول. يلا يلا جري، اسبقيها اسبقيها. والله يا عيل بتستغل حاجه اختك وتحلبها في الكلام. لو عايز تعرف حاجه طب ما تسالني. يعني انا لو سالتك يا ست الكل هتقولي لي انك كنت في النادي،
وإن سارة قابلت الدكتور اللي اسمه حسن؟ هي حصلت يا خالد إنك تتجسس عليا. صديق ليا شافكم مبلغ. والله صديق عرفنا أنا وسارة. مظبوط. طب عرفنا أنا وسارة. عارف كمان الدكتور حسن؟ أرجوك يا أمي ما تغيريش الموضوع. أنا ما بغيرش الموضوع يا محترم. أخوك يا أستاذ بيخلي السواق بتاعي يتجسس عليا وينقله تحركاتي. معلش يا ماما، خالد ما يقصدش. أنا فاهمة قصده كويس. يا أمي كل اللي بحاول أعمله إن بحافظ على مصالحنا من الدكتور الأفاق ده. خالد، الشغالين رايحين جايين في الفيلا، مش هينفع الكلام هنا. تعالى يا ماما نخش المكتب. أظن من حقي يا أمي إن أنا أعرف مبرر واحد يخليك تقابلي سارة بالدكتور اللي اسمه حسن ده. طبعًا من حقك. زي ما من حقك تتجسس عليا. زي ما من حقك تسحب من فلوس اختك اللي ورثتها من ابوها. زي ما من حقك تروح تتجوز الست هانم بتاعت الكباريهات بتاعتك. يا امي انت كده بتخلطي كل المواضيع مع بعض. عشان كل المواضيع عندك في الاخر بتوصل لحاجه واحده. انت ما فيش اي حاجه بتهمك تانيه غير الفلوس. يا ماما اكيد خالد ما يقصدش اللي حضرتك فاهماه. طب ما سالتش الاستاذ اللي بيسحب من فلوس اخته اللي حول لها ولا قوه عشان يصرفها على الهانم بتاعته؟ انا ما بصرفش على حد يا امي. والله هما اللي ست هانم دي عايزه تتجوزك ليه؟ عشان واقعه في غرامك ولا عشان فلوسك؟ ماما كده حضرتك بتحطيني في موضع اتهام، مع ان انت اللي في الوضع ده. اخرس! انا متهمه؟ حاسب على كلامك يا خالد، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ حتى انت يا مراد هتقف معاهم ضدي علشان خاطر الدكتور النصاب ده؟ تفتكر لو ساره حصل لها حاجه بل الدنيا كله ممكن يعوضني عنها؟ انت بتقول انك بتدافع عن مصالحنا، لكن انا بقى بدافع عن اهم حاجه عندي في الدنيا. بنتي يا خالد.